الطوموبيل ديالي، جيت انا ندخل السوق لقيت هنا اللي قبل السوق الطوموبيل ديالي، جيت انا ندخل السوق لقيت هنا اللي قبل السوق ومخازني، طلبوني 5000 فرنك، عطيت لهم 2000 فرنك ما خلاونيش ندخل الاخر، عطيت لهم 2000 فرنك واه باش ندخل السوق لداخل. وجيت داير هنا هذه البلاصه ديال مول باركي، مول باركي دائما احنا مع في الصداع، مول باركي راه كاريها خلص فيها الفلوس، ماشي مخزني عرضت عطيت له 2000 فرنك، عطيت له 2000 فرنك قال لي لا عطيتني 5000. وهذه السوق كاع ما منظمش، احنا ها شوف السلعه كي دايره، اه مخلصينها 150000، 150000 اللي مخلصين هنا، ودابا فين غيمشي؟ واحنا في الخلا ما خلاوناش ندخلوا السوق، ضيعنا السلعه. واه رموني هنا في الخلا، في الخلا ماشي باركي هذا. فين راه السوق؟ فين؟ فين راه البشر؟ والله وريني بنادم. لا دابا انا خاسر، انا خاسر دابا. خاسر انا وخاسر الفلاح، خاسر راه هذه خساره الدوله اللي كتخسرنا، المخزن اللي كيضيعنا. المخزن اللي كيضيعنا احنا. شوف الحاسبه صاحبي احنا. انا كنرجف نرجف نرجف، علاش حقرونا؟ الحقره شوف ها، دائما السوق ما منظمش، المخزن ما منظمش، المخزن وكيطيحنا الهضره، وحنا ما عندنا ما نديرو. مشيت للشارع حتى باركيت ما السياره، مشيت للقايد ما لقيتوش القايد باش نهضر معاه. واه دنيا بلوجو هاك تهضر. انا مرت انا شوف انا قسنا المارد هنا في السوق. استاذ السيمانه اللي دازت على بالراجه عندنا بعدا كانوا دايرين واحد الحمله على الكمامه، وجا بعدا هو خسر معنا الهضره، خسر الهضره للسيد، راه كانوا الناس شهود، كانت خارجه معاهم الجمعيه، وخسر معنا الهضره، خسر للسيد الهضره بعدا، السيد كبير عليه. وحنا بغينا غير يتساعد معنا، يبقى يخلينا ندخلوا نخدموا على راسنا، راه كنجيو نسترزقوا الله، هو كيتعرض لنا في الباب ديال الطريق، كيقطع علينا رزقنا حتى حنا. ودابا شد معانا بحال ديك المرات كان جا تعرض لنا هنايا، عطينا 20 درهم قال لك لا 5000، 50 درهم راه كاين الناس اللي كيشد عليهم غير 10 دراهم. شكرا.